أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطة مهمة كتير وخصوصا لطلاب الإعلام. قديش مهم اليوم الجانب العملي في كلية الإعلام، قديش في فرق بين الجانب النظري والعملي خصوصا لما يفوتوا بمضمار العمل؟ صحيح نور. مشاهدينا، تاني محطاتنا رح نحكي عن موضوع بهم كتير من طلاب جامعات وتحديدا طلاب كلية الإعلام. فالجانب النظري هو جانب أساسي ومهم لأي اختصاص دراسي بالحياة الجامعية، بدون مجموعة معارف ومعلومات بتم اكتسابها خلال هي المرحلة. أما الحياة العملية فهي بتكون مختلفة أيضا، بتكون بداية طريق الواقعي والحقيقي لهي المعلومات اللي تعرفنا عليها بالجانب النظري لنطبقها على أرض الواقع. لهيك فينا نقول إنه الجانبين نور كتير مهمين، بيكملوا بعض لحتى يعني ننشئ جيل متخرج فعال وأيضا في سوق العمل. أكيد هايدي، يمكن يساعد شوي اليوم بالجانب العملي لطلاب كلية الإعلام ظروف الحرب اللي عشناها، يعني كلياتنا نوعا ما كنا عم نحاول نكون على الأرض ضمن الإمكانيات الموجودة لنرصد الواقع الحقيقي من الجانب الإعلامي. قديش مهمة الأنشطة العملية لطلاب كلية الإعلام، قديش في جهود كبيرة عم تقوم فيها الكلية للتنسيق مع وكالات ومؤسسات إعلامية داخلية وخارجية من الدول المجاورة ليستفاد كل الطلاب اليوم. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور محمد عمر، مدير عميد الشؤون العلمية في كلية الإعلام، والدكتورة رولا أحمد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت صباحنا. حضرتك قامة إعلامية مهمة من قامات كلية الإعلام. بداية دكتور، يعني بنعرف مشكلة بتواجه كثير خريجي الجامعات تحديدا يمكن كلية الإعلام، اليوم في ضعف بالجانب العملي. خلينا نوضح أهمية ممارسة الأنشطة العملية سواء كان بمرحلة الجامعة أو ما بعد الجامعة. حقيقة البعض يعتقد أن كلية الإعلام هي كلية نظرية. من خلال دراستكم تعرفوا الشيء، كلية الإعلام أنا بقول قريبة من كلية الصيدلة، من كلية طب الأسنان، من كليات الهندسة بمختلف أنواعها. بمعنى جانب التطبيقي مهم جدا. صحيح. الإعلام مثل ما حكت زميلتك أنه على أرض الواقع لازم يكون الطالب. صحيح. نحن طلابنا عم يتلقوا معلومات نظرية وأكاديمية ومواكبة لكل شيء جديد. لكن هذا لا يعني أنه يحسنوا يتخرجوا ويدخلوا على سوق العمل بثقة. هذا الشيء أنا أدركته يعني من زعاملي بالتلفزيون. يعني أنا اشتغلت 15 سنة محرر بأخبار التلفزيون السوري، وبعرف أهمية الجانب العملي. وبالتالي وقت اللي انتقلت على الجامعة لقيت من الضروري جدا أن ألا نكتفي بالمحاضرات النظرية. بدأنا التنسيق مع المؤسسات الإعلامية مثل ما حكيت على داخل القطر وخارج القطر. هلأ مرحلة جديدة انتقلنا لخارج القطر بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإعلام بكافة مؤسسات الإعلام المرئي والمطبوع والمسموع، حتى في اتفاقيات بين كلية الإعلام ووزارة الإعلام بهذا الخصوص. وحقيقة كل المؤسسات الإعلامية متعاونة جدا باستقبال طلابنا. لكن التدريب شيء والعمل شيء آخر. صحيح. يعني بمعنى الطالب لازم يروح على مكان يتدرب. جولات طلابنا على المؤسسات الإعلامية أنا كنت أسميها من خلال التجربة جولات اطلاعية أكثر ما هي تدريبية، لأن أنا وقت بدي فوت على منظومة الأخبار طالبي يتدرب، أنت عندك برنامج، أنت عندك حلقة، عندك هوا، ماني قادرة تعطي الطالب الوقت اللازم حتى تدربي. وبالتالي نحن بحاجة لمراكز تدريب إعلامية. هذا الشيء نسقنا مع جهات داخل القطر. يمكن هي النقطة اللي عم نركز عنها شوي لما نقول مراكز أساسية تدريبية، كمان المعهد له جزء حصة فيها، بس نحن لما نقول الجانب العملي جدا مهم دكتور، عم نحكي عن الجانب لأنه نحن بعصر التكنولوجيا طبعاً. يعني في تطور رهيب للإعلام، والجانب طبعاً. الإعلامي بنعرف يغير رأي دولة بأكملة. يعني نحن أساسا بالحرب اللي صارت على بلدنا هو تم استغلال الإعلام بطريقة أو بأخرى. لما نقول التركيز على الجانب العملي عم نحكي عن مراكز تدريبية جدا حديثة، عن مواكبة التطور. اليوم عم نشوف المحتوى الرقمي قديش له أهمية. لهيك بنقول إنه في جانب عملي يجب أخذه بعين الاعتبار لطلاب كلية الإعلام. لهيك رح نسأل الدكتورة رولا، خلينا نحكي معك، نحكي عن الدكتورة شو كانت رسالتك وانت بتدرسي اي قسم؟ الف مبروك. ولما اكيد الف مبروك. الله يبارك فيكم. بتنتقلي من طالبه لتصيري معيده بالكليه لدكتوره، مختلف الموضوع، خلينا نحكي عن هي الجزئيه وعن رسالتك. هلا اول شيء بيلفتني يعني بهذا الموضوع تماما اللي حكيتي، انه انا كنت ضيفتكم بعام 2015 كخريج اول، وانا هلا ضيفتكم كدكتور في كليه الاعلام، فهي لفته كثير حلوه. يعني هي النقله نوعية أنا بعتبرها بتاريخي. إن شاء الله بعد 5 سنين كمان فيكون خطوة مهمة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
يعني حابة أحكي شوي عن أطروحتي. هلأ كانت عنوان أطروحتي هو الصحة الإسلوبية بتحرير المواد الإخبارية في المواقع الإلكترونية السورية وتأثيرها على الفهم. هلأ أنا بدي ضوي بس على نقطة أنه رسالتي ركزت بشكل كتير كبير على موضوع يعني قد أنه لم يتطرق له من قبل في يعني في الدراسات الأكاديمية السورية وقليلة في الدراسات الأكاديمية العربية، واللي هو موضوع أخطاء التحرير، الأخطاء التحرير المرتكبة من قبل وسائل إعلامنا المطبوع والإلكتروني. طبعاً عينة دراستي كانت أكيد مقصورة على الإلكتروني، لكن أنا حكيت ووضحت أنه هي الأخطاء تنطبق على كافة وسائل الإعلام، لأنه أنا عم بحكي عن التحرير وقواعد التحرير ومبادئ التحرير هي واحدة، وأنتوا أكيد بتعرفوا هذا الشيء مع اختلاف النوع الناقل. يعني هو بالنهاية الإنترنت هو مجرد ناقل، لكن قواعد التحرير الأساسية هي واحدة لا يمكن أنها تتغير. فرسالة كتير ضويت على موضوع أخطاء التحرير، وأنا بتمنى أنه فعلا يتم الأخذ بعين الاعتبار بالنتائج اللي توصلت لهي الدراسة، لأنه هي ما كانت مجرد تحليل كمي، وإنما تم التحليل بشكل كيفي. يعني حاولت أني أعرض أكبر قدر ممكن من الأخطاء اللي تم ارتكابها بمواقع اللي تناولتها أنا تناولتها بالدراسة، وشرحت شو هي هاي الأخطاء بالتفصيل وقسمتها لعديد من الأنواع. وهي الأخطاء ما أجت عن يعني أنا ما أجت عن عبث، بمعنى أنه أنا ممكن أنت تسأليني أنه أنا كيف خطر على بالي أن أدرس هيك موضوع، يعني ممكن يكون فيه شوية جرأة أنه أنا من خلال عملي، يعني أنا بعد التخرج أنا اشتغلت كمحررة في عديد من المواقع الإلكترونية، وجزء منها نفسه اللي أنا هلأ حللته بدراستي. فنتيجة عملية كنت تشوف هاي الأخطاء بعيني، يعني سواء كانت أخطاء يرتكبها المحررون عن قصد أو عن غير قصد، عن دراية، أو ربما لا يعرفون. هون الكارثة الأعظم أنه ما بيعرفوا أنه هذا خطأ. فبتمنى على المواقع الإلكترونية اللي شملت الدراسة والمواقع الإلكترونية الأخرى أنه تستفيد. هي جزئية مهمة، لأنه عم شوف مواقع إلكترونية كثيرة ومتوزعة، وأساساً الأسماء الموجودة فيها وكيف تناول الخبر وكيف طريقة الطرح، في كثير مشاكل للأسف فيها عم تكون. صحيح، يعني هي كان واحدة من النقاط اللي أنا ركزت عليها بتوضيح أهمية دراستي، أنه هلأ نشوف نمو كبير بعدد المواقع الإخبارية. صحيح. يومياً في عنا مواقع جديدة عم تتنافس كلها على لأنها لحتى تقدم أفضل مضمون ممكن، لكن نتيجة هاي المنافسة عم يتم ارتكاب هاي الأخطاء اللي منها فادحة واللي منها تمرق. لكن القارئ لما بيقرأ أكيد حاسة، خاصة إذا كان قارئ متخصص فهو أكيد رح ينتبه لهاي الأخطاء. بيجي دورنا نحن الأكاديميين أنه نرصد هاي الأخطاء وننبه إلى، وبنتمنى أنه يتم أخذها بعين الاعتبار. أكيد. بنرجع لعند حضرتك دكتورة محمد، يعني خبرنا أكثر شو هي الدول اللي زار اليوم طلاب كلية الإعلام أو ممكن يزوروها اليوم بالمستقبل. خبرنا أكثر عن الاستعداد لانطلاق النسخة الثانية من مبادرة الإعلامية دكتورة أمل ملحم لتدريب الشباب بأبو ظبي. مثل ما حكيت أنا وحكيت زميلتك إنه الإعلام في 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 وقت عصر متغير ومتغير بسرعة هائلة، وخاصة الجانب التقني. نحن نتيجة الحرب وظروف الحرب قد نكون وفي طبيعي إنه تأخرنا تقنيا في وسائلنا الإعلامية عن بقية الدول، وهذا شيء طبيعي. 12 سنة من الحرب يعني ومستمرين بمؤسساتنا الإعلامية. كان عندنا مبادرة بدولة الإمارات العربية الشقيقة، طبعا صاحبة المبادرة هي سورية بالأساس، وأصلا مذيعة بتلفزيون أبو ظبي من 20-30 سنة، درست بفصل بكلية الإعلام، عندنا إعداد البرامج الحوارية بالتلفزيون، وحبت تقدم شيء لطلاب كلية الإعلام اللي لطلاب بلدها، يعني وهي قادرة ومقتدرة وحابة تقدم شيء لهالبلد. وبالتالي عرضت علينا من خلال شركة، عند شركة ميديا الإعلامي في أبو ظبي، أنه تقيم دورة تدريبية للأوائل في طلاب في كلية الإعلام. وفعلا السنة الماضية سافرنا 8 طلاب، أخذنا الأوائل الأول والثاني من كل قسم. وحقيقة كانت دورة نوعية بكل معنى الكلمة، وخاصة لطلاب في كلية الإعلام بجامعة دمشق اللي ما طلعوا خارج دمشق قد يكون خلال الأربع سنوات، يعني اطلعوا على أهم المؤسسات الإعلامية في أبو ظبي والإمارات. ومثل ما تعرفوا الإمارات متطورة جدا بقطاع الإعلام، على الصعيد ما بقول على الصعيد العربي، على الصعيد العالمي حقيقة. فلذلك كانت دورات نوعية باتحاد الصحفيين، جمعية اتحاد الصحفيين الإماراتيين،
بنادي دبي للصحافي بتلفزيون أبو ظبي بتلفزيون الشرق، كانت مهمة جدا. والطلاب خلال أسبوع تغيروا، يعني إذا بتشوفي الطالب أول ما نزل بمطار أبو ظبي وتشوفي وقت اللي رجع يعني تغير وفتح على العالم وتفتحت آماله وأفقه. كيف كان تفاعله اليوم دكتور هدول الطلاب؟ كيف كان حقيقة البداية كانت شوي مربكة له، يعني طالب برجع بقول ما طلع خارج دمشق بحياته، مثل ما بيقولوا دفعة واحدة على دبي وعلى على على تقنيات عالية جدا ومتطورة جدا، كان في حالة إرباك بس شاطرين جدا وأقلعوا وانسجموا. أكيد الطلاب السوريين لما نحكي عن الطلاب كلية الإعلام والأوائل أكيد تحية لكل الطلاب السوريين اللي رغم كل الظروف اليوم عم يكونوا استثنائيين. وأكيد بدنا نتشكر الدكتورة أمل ملحم عن هي المبادرة الجميلة، بنتمنى من كل القادرين يقوموا بهي المبادرات. بس خلينا نركز حضرتك عميد الشؤون العملية، يعني نحن بنعرف العملية والعلمية قديش مهمة هيدا الجانب لكل الطلاب اليوم. خلينا نحكي عن هذا الجانب دكتور، لما نقول عم يطلعوا الطلاب يتعلموا، نحن يعني لأنه مؤسساتنا كمان رسمية، يعني بعيدا عن الجانب نحن بنعرف ظروف الحرب قديش يمكن أثرت بالجانب الإعلامي وقديش الحصار الاقتصادي تقنيا. أنا اليوم بمحطة ما فيني كمان أحصل على الإمكانيات الحديثة بسبب الحصار والحرب تماما. بس هيدا ونحن مؤسسات رسمية كمان، هذا جانب آخر بعيدا عن المؤسسات الخاصة اللي هي بتكون يعني إمكانياتها أكبر. قديش مهم هذا الجانب لهي الطلاب، الاندماج التدريب قديش لما يكون كل فترة فعليا نكثف هي المبادرات والدورات، لأنه فعليا كل الطلاب بعد التخرج يختلف على الأرض الواقع، يعني الاندماج بسوق العمل. نحن عم نحكي مع الدكتورة رولا عن مواقع الكترونية لأسماء صلى عمر في عندها أخطاء كارثية إن كان بالتحرير بالتوثيق بتناول المعلومة، واليوم مهم كثير يعني الإعلام والجانب العملي لإله، لأنه بنعرف نحن في حروب قامت من خلال تغيير رأي عام من خلال الإعلام. أنا برأيي ما لازم كل فترة نعمل دورات تدريبية لطلب الإعلام، أنا برأيي لازم تكون دائم. صحيح عطول أكيد لهيك. يعني وأنا أول ما استلمت عميد ب 2017 عد النظر بالمقررات كلها وزدت العلامة بالجانب العملي. كانت يعني شبه تقليدية ورسمية 20 علامة عملي و 80 نظري، وبالتالي الطالب يعني ما مقدر أهمية العملي. رفعنا نسبة العلامات صارت 40 و60 بحيث انه يعرفوا انه كلية الاعلام عملية. وانت حكيتي على موضوع القطاع الرسمي، نحن بصراحة انا بدأت مع القطاع الخاص تدريب طلاب كلية الاعلام. اول ما بدأت تدريب بجريدة الوطن، يعني طلاب بدأت تعليم التحرير بجريدة الوطن، وبالتالي الابواب لازم تكون مفتوحة كلها امام الطلاب. هلا نحن مثل ما حكيتوا على المواقع الالكترونية، حتى لو كانت متواضعة المواقع الالكترونية، حتى لو كانت أهدافها ربحية نوعا ما، عم يستثمروا عم يستثمروا ويستغلوا، عم يستثمروا الخريجين بحيث انه يشتغلوا اما بدون راتب او بتدريب والى اخره، كل هذا مفيد للطلاب. حتى هم بالاخباريه يعني يكون في طلاب عم يتدربوا تماماً كلية الاعلام بشكل دائم. المهم الطالب ما يحصر حاله بمدرجات كلية الاعلام، حتى انا قلتها من 3 سنين واخذوها عنوان مانشيت كبير بجريدة الوطن، عميد كلية الاعلام، كلية الاعلام لا تخرج صحفيين، بس انا ما قلت هيك، انا كملت لا تخرج صحفيين اذا لم تقترب هذه المعلومات الأكاديمية بالجانب العمل. صحيح. نحن بصراحة ما بعرف إذا أكيد شفتوا وحضرتوا يوم الاثنين، يعني أنا عم شوف أنه لازم نتواصل مع أي جهة بتمد إيدها لنا. هلأ عم يمد إيده لنا بصراحة اللي هي روسيا وإيران والإمارات من خلال الدكتورة أمل. عملنا ورشة عمل كانت برأيي كتير مهمة وناجحة، وهي راح تكون بداية بصراحة. أكيد. لأن هلأ نحن خلال أيام راح نوقع اتفاقية مع قناة RT العربية كمان بخصوص تدريب طلاب كلية الإعلام، سواء بمكتب RT هون ولا بخلال موسكو باستودياتها بموسكو. إذا موضوع الإعلام كان في اتفاقية سابقة يمكن ما تفعلت بشكل صعب من سنتين ثلاثة مع RT أو لا 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 أبدا، هاي أول اتفاقية تم من خلالي أنا بحكم أنا خريج روسيا. كل زملائي بالكلية خريجين مصر، وبالتالي أنا من خلال تواصلي مع الروس لقيت أنهم جدا أنهم منفتحين وراغبين بأن يقدموا شيء لسوريا. أنتوا بتعرفوا العلاقات السياسية متطورة جدا وعلى أعلى مستوى، ليش نحن ما بنرتقي بعلاقاتنا الإعلامية؟ نحن كل واحد في مكانه، نحن بالإعلام ليش ما بنرتقي بعلاقاتنا الإعلامية مع الروس إلى ما هو إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادي بنفس الشيء والثقافي وإلى آخره، وبالتالي حتى مع الإيرانيين. يعني هلا في مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي تابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية اللي مقره طهران كمان عم يقدمونا تسهيلات كتير كويسة، المركز بالمزي لطلاب كلية الإعلام، وحتى عرضوا علينا من كام يوم أنه حتى مشاريع تخرج الطلاب يعملوها بالمركز. كلية الإعلام من شهر أو شهرين إذا بتذكر وقعت اتفاقية مع شركة خاصة، مع نحن كلنا بنكمل بعض. صحيح. شركة أكاديمية للتدريب مثلا، والاستشارات اللي عم تدرب وبتقدم
مورد اضافي للاساتذه. يمكن بلشت بالدورات التدريبيه، يعني نحن هون كمان نحن عم نشتغل على الطلاب وعلى الاساتذه، يعني الدكتور اذا حابب يدرب. هذا جميل، لانه اليوم عم نشوف اي حدا عم يعمل ورشه تدريب واعداد وتقديم، وعم نشوف يعني اسماء، يعني نحن بنعتز ونفتخر باساتذتنا الكبار والدكاتره، فتحيه لهم كلهم. فجميل يكون في تبني، لازم هيدا التبني يكون يعني قبل، لانه عم نشوف اخر 10 سنوات هي صارت موضه، يعني عم نشوف ورشات تدريبيه في عدد من المراكز صارت مختصه بنوع نوعا ما صار تجاري. فمهم نركز على هي النقطه. بدي ارجع لرولا، ما سمعنا صوتك كثير اليوم دكتوره رولا، خلينا نحكي عن اطروحتك بما انك انت اساسا بالاعلام الالكتروني، يعني وقلتي نقطه كثير مهمه انه نتائج هي الاطروحه بتتمني من قلبك تؤخذ بعين الاعتبار. خلينا نحكي عن النقط الاساسيه اللي طلعتي فيها من خلال هي الرساله. احنا بنعرف قديش بيتعذب اليوم الطالب لما يعمل رساله ماجستير او دكتوراه، قديش بيفوت بكل هي التفاصيل، يعني هي رحله بحث طويله بتمتد لسنتين لتطلع بهي النتيجه. صحيح. هلا النقاط الاساسيه اللي ركزت عليها الاطروحه، مثل ما قلت لك، كان انا في عندي مقياس وضعت من خلاله مجموعه من المعايير لقياس اخطاء التحرير يلي انا سميتها. شو كان اكبرها اذا تذكري شيء بسيط؟ هلا تمام، هلا المعايير كثيره. كان اول شيء كان عندنا معيار اسمه التدخل الشخصي بالتحرير. التدخل الشخصي اكيد انتم سمعانين بهذا المصطلح، يعني كيف هذا موجود دائما، كيف المحرر بيستخدم التدخل الشخصي او الراي الشخصي. تمام، كيف المحرر دائما بيستخدم صفات زائده، كلمات، عبارات ليقيم فيها خبر او بيحط رايه بشكل مباشر، يعني وهذا الشيء نحن بنعرف انه هو ممنوع منعا باتا بالتحرير الاخباري. انا عم بحكي عن التحرير الاخباري. صحيح. لانه الصفات الزائده او التدخل والرأي له مكان خاص بمواد الراي، لكن بالتحرير الاخباري نحن ما بيصير. ف يعني كان نسبة التدخل الشخصي عالية جدا، يعني تقريبا أكثر من نصف المواد اللي حللتها كان فيها تدخل من قبل الوسيلة أو المحرر. كان في عنا معيار بيحكي عن دقة توظيف الأفعال، يعني أنا دخلت بتفاصيل التحرير، يعني كيف الفعل أنا لما بدي أحرر وبدي أستخدم أفعال صحيحة. كمان كان في عدم دقة بتوظيف الأفعال، يعني أكثر من نصف مواد العينة كانت تستخدم أفعال خاطئة مع الجمل. يعني أنا لازم أستخدم الفعل الصحيح في المكان المناسب. هذا الشيء كان للأسف ما كتير متحقق هذا الشرط. كان في عنا أخطاء تتعلق باستخدام أدوات الربط، يعني يمكن هلأ أنتوا تقولوا أنه أدوات الربط هذا شيء بسيط وبديهي بالنسبة للمحرر، ممكن يأثر هذا الموضوع، لكن لما بنيجي لنحرر فبتشوفي قديش في أخطاء باستخدام أدوات الربط اللي هي أشياء بديهية بمبادئ التحرير. هلأ وكونه الدراسة كان في إلها شق آخر، هو الشق التجريبي، يعني أنا أجريت دراسة تجريبية بأن أنا صممت مجموعة من الأخبار تحتوي على مجموعة من الأخطاء ووزعتها على مجموعة من المبحوثين لحتى أشوف إذا هي الأخطاء أثرت على فهمهم ولا لا. وأظهرت النتائج أنه فعلا أخطاء التحرير كان في إلها تأثير على فهم بعض المبحوثين، فهذا الشيء بدل أنه هي الأخطاء بتأثر على الفهم. صحيح. لهيك أنا عم أقول بتمنى فعلا أنه يتم الاطلاع على نتائج هاي الدراسات من قبل العديد من وسائل الإعلام لحتى نقدر يعني نقدم مخرجات أفضل. مؤسف لانه المشرف على يعني هي تاخذ بعين الاعتبار لما تقولي المشرف اساسا على اللي عم يحرره بيكون عنده هي المشاكل، يعني هلا عم نحكي عن يعني مشكله جذريه. تماما. اليوم هلا لسه كمان في معيار كنت انا اخذته هو اسمه الصحه النحويه، يعني انا كنت عم حلل الاخطاء اللغويه الاملائيه والنحويه، وهون كان بقى يعني مثل ما بيقولوا ارتفعت النسبة بشكل كتير كبير، في عدد هائل يعني حجم هائل من الأخطاء الإملائية والنحوية المرتكبة. فهذا الشيء بيعكس أنه مواقعنا يا أما ما بتهتم بسلامة اللغة العربية، يلي نحن نعرف أن اللغة العربية هي أساس اللغة الإعلامية، واللغة الإعلامية هي أو التحرير الإعلامي هو بوصلة أي رسالة إعلامية، فالمفروض هاي الأخطاء بتكون نسبتها 0%، وهذا الشيء اللي احنا بنأمله. كان في عنا معايير بتتعلق بالأخطاء الترجمة. هلأ أخطاء الترجمة لأنه نحن بنعرف أنه بعض المواقع بتاخد أخبار مترجمة من لغات أجنبية، فهي الأخبار المترجمة أنا كمان قمت بتحليلها واستنتجت أنه في أخطاء بترجمة المواد، يعني ترجمة خاطئة، وهذا الشيء بيعكس ضرورة أنه يكون في مترجمين متخصصين بكل موقع إلكتروني يهتم بتداول أو نقل الأخبار المترجمة. بالنهاية أنا بدي
أتمنى يعني إنه حتى أنا قدمت بتوصيات هاي الأطروحة إنه يكون في مثل ما في عنا ميثاق للشرف الإعلامي يلي ما بيتضمن ولا أي نقطة إلى علاقة بالتحرير الكتابي. بتمنى أنه يكون في كتيب بيتضمن مجموعة من أخطاء التحرير المرتكبة من قبل محررين وصحفيين بوسائل الإعلام المختلفة. هذا الكتيب ممكن للمحررين أو الصحفيين بكل وسائل الإعلام يطلعوا عليه ويتم تحديثه من فترة لأخرى بحسب نتائج الأبحاث اللي رح تتوالى. أكيد لأنه أنا دراستي معها آخر الدنيا، يعني أنا دراستي ممكن تشكل منطلق لعديد من الدراسات الأخرى، فممكن يتحدث هذا الكتيب باستمرار. أكيد. يعني دكتور محمد، بما أنه عرفتنا الدكتورة رورا عن الأطروحة اللي قدمتها وحصلت على تقدير امتياز، خبرنا أكثر كيف كان إشرافك على هي الأطروحة، شو أهم النصائح التوجيهات اللي قدمتها لرورا؟ طبعا اختيار لرورا كان نوعي بصراحة، ومثل ما حكيت هي كانت المتميزة بالماجستير وبالدكتوراه، ونحن خلينا نقول هي أول رسالة دكتوراه بالإعلام الإلكتروني على فكرة بسوريا. صحيح. يعني بكلية الإعلام بحكم كلية الإعلام هي الوحيدة بسوريا. وتم التنسيق بيني وبين الدكتورة رولا وليس الطالبة على مدار 3 سنوات بحيث أنه فعلا تطلع تروح نوعية وتكون مرجع حقيقة ثابت كثير ولا بموضوع المراجع، لأن موضوع الإعلام الإلكتروني مثل ما بتعرفوا نسبيا حديث، يعتبر نسبيا. صحيح. وخاصة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا نحن، يعني نحن وقت اللي أسسنا كلية الإعلام بالكل تفاجأ أنه أحدثنا قسم الإعلام الإلكتروني. طبعا رولا طالبة مجتهدة، كانت طالبة مجتهدة وهلا راح تكون زميلة محترمة ومتميزة وتأخذ الملاحظات بكل عين الاعتبار، بالعكس حتى هي تقدم مقترحات تكون بناءة تكون ما خطر على بالي أنا، وبالتالي وقت اللي أعطيناها درجة امتياز عن جد تستاهل أكثر، إذا في درجة أكثر من امتياز قد تستحق رولا للتعب اللي تعبته وللمادة اللي اشتغلت عليها بحب. إذا لاحظتوا من خلال حديثها عن الأطروحة عم تحكي عن شيء بحبه، وبالتالي أكيد كانت متميزة. يعني أكيد بنتمنى لها التوفيق للدكتورة رولا، بنتمنى فعليا نستقبلك كمان مرة تكون في عندك إنجاز إن شاء الله يعني بمسيرتك العلمية. خلينا نحكي مع الدكتور عن جانب كتير مهم اليوم بكلية الإعلام، يعني أنت حكينا عن تاريخك ما في داعي نذكره، يعني عم نحكي صار لك عمر بالكلية، كنت طالب ودكتور وعميد، وعم نحكي كنت بالمؤسسات الرسمية تعمل بالتحرير. اليوم شو بتحس ينقص كلية الإعلام؟ ينقص كلية يعني شو بينقص كلية الإعلام؟ لأن أقول فيني يعني اطلع هيك اقول لهذا الطالب ما بده شيء، يعني لا بدي لا دوره، هلا بنعرف الدورات التدريبيه هي تبادل ثقافات فيني انا عملها، بس بقول لا في واحد واثنين ثلاثه لو انا فعليا بقوم فيهم بحس انه هو راح يكون طالب متميز يطلع بشيء مهم وفعليا فوته فورا لسوق العمل. حقيقه وبدون مجامله ما بينقص كليه الاعلام الا الجوانب التقنيه. الجانب النظري والاكاديمي موجود على اكمل وجه، اساتذه من مدارس مختلفه. اكيد. حتى المراجع بتعرفوا هلا حاليا، حتى من يومين يمكن طلع قرار من وزاره التعليم العالي انه عدم الاعتماد بقى على الكتب، كلها بدها تكون الكترونيه. نحن عنا عم نواكب هذا الموضوع بشكل كامل نظريا. نحن بامس الحاجه لاستوديو، لمنظومة أخبار، لأي لكل جوانب التدريب المرئي والمسموع والمقروء. لذلك على مبدأ الكحل أحسن من العمى، لذلك نحن عم نلجأ للمؤسسات الإعلامية ولمراكز التدريب وحريصين جدا على انه يكون التدريب مجاني. لانه نحن ملزمين احنا ملزمين نقدم للطالب هذا التدريب، يعني مو مني بس المؤلم دكتور انه انا الجأ اليوم لمركز تدريبي شو خاص الحل موجود في يعني في دمشق او يعني يعني موجود محدث باحسن التقنيات. نعم. وانا الكليه تفتقر، يعني هذا يمكن هي رساله من وجهها لوزير التعليم لا العالي. يمكن هلا هيك بنقول بالتفاصيل، انا ما كنت بدي احكي بس انت وصلتينا الى مرحله انا هذا الحكي بتوجه لكم انتم لوزاره الاعلام وللاخباري تحديدا. كل لا الاخباري حقيقه. أكيد. اللي نحن قاعدين فيها هلا هي جزء من كليه الاعلام. صحيح. وهذا المركز التدريبي اللي نحن هلا فيه هذا تابع لكليه الاعلام. صحيح. بس نحن بنقدر هذا الشيء في ظروف الحرب والاستجهاد زملائنا واخواننا بالاخباري بريف دمشق. تم استخدام هذا المركز، وبالتالي نحن بما انه المركز ما دام مع الاخباري ما لازم نقعد نبحث على اماكن اخرى، والا مفروض يكون التدريب ضمن الكليه. ضمن الكليه يطلع الطالب كيف المشفى. صحيح. يطلع الطالب بالمحاضره بفوت على العمليات. انا بقول الكليه قلتها ببدايه اللقاء كليه الاعلام كليه تطبيقيه. صحيح. وبالتالي نحن وزاره الاعلام ما عم تقصر ابدا بالتعاون والتدريب، بس
المكان الطبيعي انه يرجع هذا المكان لكليه الاعلام بالتنسيق بين وزاره الاعلام ووزاره التعليم العالي، لانه بالنهايه نحن عم نخرج اعلاميين. مركز جديد يعني عم نحكي عن تقنيات حديثه، انشاء مركز جديد، بتمنى من القلب كل بده امكانيات ماليه واقتصاديه اكيد، بتمنى من القلب كل الجهات المعنيه تتشارك لفعليا كل الثغرات اللي عم نحكي عنها نقدر نتجاوزها. بالختام اكيد يتشكرك الدكتور محمد العمر، واكيد يتشكر الدكتوره رولا احمد على وجودك معنا، بتمنى لكم اكيد التوفيق. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لكم، نورتوا صباحنا. شكرا دكتور. شكرا.